النهارده احنا موجودين يمكن في مقر جديد، في مقر ليه تاريخ كبير وعريق. احب ان انا اتكلم في الاول عن المصريين الاحرار اللي بدا في 2011، وحي مؤسسين الحزب اللي بوجودهم وبتوعيدهم وبقادتهم رغم كل المشاكل وكل المعارك اللي تعرضنا لها وكل الشائعات اللي كان بعض منها سخيفه واكثرها كانت مش حقيقيه، ان احنا قدرنا ان احنا في 2016 نكون الحزب رقم واحد في مصر. وعشان احنا الحزب رقم واحد في مصر احنا بنحب نقول دايما ان احنا حزب مؤسسي، لان هي دي الحقيقه. القرار عندنا المواطنين الاحرار بيتاخد بشكل ديمقراطي، عندنا مساحه كبيره جدا للاختلاف في الراي، لكننا في النهايه بنرضى براي الاغلبيه. المؤسسيه والنظام هي السبب ان احنا بقينا الحزب رقم واحد في مصر. الاداره الجيده للحزب هي سبب ان احنا قادرين نشوف نوابنا جوه البرلمان بيتعاملوا على كتله واحده، ان هي دي الحقيقه. المصريين الاحرار كتله واحده وايد واحده وراي واحد. صعب جدا ان انت تلاقي في المصريين الاحرار اكتر من راي، اكتر من مش اكتر من راي بمعنى ان احنا ما بنختلفش، لكن في النهايه عندنا قرار واحد، عندنا اهداف واحده، عندنا مبادئ واحده مصرين عليها متمسكين بيها ومصرين ان احنا نحققها. احب ان انا نتكلم النهارده عن زياره